وفيه الانسان اللي تيتعامل في جميع الوضعيات كيف ما كان الحال ديالو. وهي مساله تنظن انا في نظري ما تتعلقش بمجالس ولكن تتعلق بعلاقات انسانيه. انا ما عارف شنو كانوا تيديروا المجالس اللي قبل، ولكن بالنسبه لنا احنا كمجلس اقل ما يمكن نديروا هو تكلم السيد باشا، لان هذا السيد شخصيه بحال كلشي تيعرفها في قنيطره، عليها الاجماع، رجل سلطه بامتياز، نجح باش ينزل المفهوم ديال الجديد للسلطه، القرب ديالو للمواطن، الاستماع ديالو للمواطن، الحل ديالو، الحضور ديالو في اي مكان، حنا هادشي تنشاهدوه كاملين. وما يمكنش واحد السيد تيقوم بهذا العمل كامل اضافه الى المواكبه ديالو ديالنا كمجلس جديد في العمل ديالنا، في النصائح اللي تيعطينا، كذلك الشخص تنقول استثنائي، لان باش توفر فيك هاد الصفات كاملين خاصك تكون رجل استثنائي. واقل ما يمكن احنا المغاربه اللي نديرو، احنا المغاربه معروفين ب تنقولوا كيفاش نردوا الجميل، كيفاش نعترفوا بالجميل، هذا هو اللي خصنا نزرعوه، الثقافه اللي خصنا نزرعوها في المغاربه. من غير الثقافه ديال النقد والثقافه ديال التبخيس خصنا نرفعوا المستوى، وشي واحد اذا دار شي حاجه زوينه نقولوها فيه، نذكروا الخايب ما عندناش مشكل ننتقدوا فيه، ولكن حتى الحاجه اللي كانت زوينه فهمتي نذكروها فيه. داكو دونك كاين اللي تيشوف حاجه زوينه، بحال دابا نقدر انا ما بين حاجه خايبه وحاجه زوينه تبان لينا حاجه زوينه، دونك كل واحد كيفاش يشوف الامور. انا بالنسبه لي هذاك السيد ما شفنا منه على الخير، التكريم خصنا نكونوا في المستوى ديال ذاك السيد. انتم ما شفتوا الحمد لله كان تكريم في مستوى، النواب كلهم كانوا كذلك عبروا على الفرحه ديالهم بانهم تكرموا هذا السيد اللي هو غادي يخلي المكان ديالو فهمتي. ولكن او ميم طون هما ما نقولوش حازنين، ولكن بحال قلتي كاين واحد الحسره على انهم غادي يتفارقوا معاه، ولكن حنا عارفين المسؤوليه هي هذه تتجمع وتتفرق، وحنا الحمد لله السيد الباشا راه غادي يبقى دائما في الذاكره ديالنا وفي الذاكره ديال المجلس، لانه هو فين ما كان غادي يخدم الوطن ديالو تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. فنتمناو ليه مسيره موفقه في المسار المهني ديالو هو والاسره ديالو. انا عرفتو ملي كان تربطني بصداقه من هرجة القنيطرة، كان اتصل بيا من اجل باش نساعدوا فريق النادي القنيطري، ولبيت له الدعوه قبل ما نعرفه. من بعد ولات بيناتنا صداقه، تنتعاونوا على مدينتنا، مدينتنا هذه تنتعاونوا، راك عارف احنا الحمد لله المغاربه معروفين عليهم بالتضامن مع 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 السكينه ديالهم، وهو كذلك رجل تضامني بامتياز، انه تيعاون بزاف، تيدق الابواب بزاف من اجل السكينه ديال القنيطره. دونك انا تنظن انا بالنسبه لتجربتي معاه ما تغيراتش، وباش نعرف احنا بيناتنا واحد النضج كبير، انا رغم الصداقه ديالي من قبل معاه ومع جميع القنيطريين. دونك حتى بالنسبه للانتخابات الحمد لله مرات كان فيه واحد الحياد كبير وما تدخل في حتى شي صغيره وكبيره، والحمد لله مرات الامور بخير وعلى خير، بقات علاقته مع المجلس اللي فات مزيانه، بدات العلاقه ديالو مع المجلس الجديد مزيانه، والحمد لله ذاك العلاقه الصداقه استمرت الحمد لله.